يعطيكم العافيه شباب وصبايا يعني نحن صرنا اخذين بدرس الاتوم اول شيء اخذنا انه الاتوم مؤلف من نيوكليوس والكترونيك كلاود نيوكليوس مؤلف من بروتون والكترون بروتون عفوا ونيوترون البروتون هو الاتوميك نمبر زد والنيوترون هو الان وعندنا البروتون مع النيوترون سوا اللي هن زد بلس ان بنسميهم الاي اللي هي الماس نمبر اللي هن اسمهم النيوكليون والالكترونيك كلاود بقلبها الكترون أخذنا تفاصيل وحلينا ابلكيشن رجعنا اخذنا يا شباب وصبايا عن التشارج انه تشارج للنوكليس هو زد بلس للاكرونك كلاود هو زد ماينس فللاتوم هو زد بلس بلس زد ماينس بيطلع زيرو فاخذنا هول التفاصيل وحلينا عليه اكزامبل للتشارج اليوم حيكون عندنا تطبيق على الماس اوف اتوم وبيبقى عندنا فكره وحده اللي هي الايزوتوب ناخذها ان شاء الله السيشن الجاي الماس اوف ان اتوم او اتوميك ماس هوني يا شباب وصبايا ما بدكم تغلطوا بين اتوميك نمبر اتوميك ماس وعندنا ماس نمبر اتوميك نمبر هو الزد اللي هو النمبر اوف بروتون الماس نمبر هو الاي اللي هو النيوكليون يعني بروتون مع نيوترون الاتوميك ماس هلا بناخده اوكي عندنا اتوميك نمبر ماس نمبر اتوميك ماس بليز انتبهوا كثير منيح الماس للاتوم لحتى انا اجيب الماس للاتوم الاتوم اصلا من شو مؤلفه من بروتون من نيوترون والكترون ما هيك الماس للاتوم هيك بارتيكلز عندنا البروتون من نيوترون والكترون فالاتوم من شو مؤلفه من النيوكليس ومن الكترونيك كلاود النيوكليس شو في بقلبها بقلبها بروتون ونيوترون الالكترونيك كلاود شو في بقلبها الكترون يعني انا اذا بتجيب جيب الماس للاتوم وزن الاتوم بدي وزن البروتون وزن النيوترون وزن الالكترون واجمعهم مع بعض صح ولا لا لجيب الماس للنيوكليس هلا نحن السؤال اللي بنسالكم اياه هو الماس للاتوم كله ولكن الماس للاتوم تنقسم من نيوكليس والكترونيك كلاود نيوكليس بقلبها بروتون ونيوترون والكترونيك كلاود بقلبها الكترون في شغله كتير مهمه لازم تعرفوها انه الالكترون ما إلهن وزن على هن مش ما وزن وزنهم اقل من البروتون والنيوترون ب مره فنحن بنعتبر انه ما وزن فبنقول انه الماس للالكترون هو زيرو يو اليو هي اختصار يونت اليو هي اختصار يونت هي فعليا نحن بنقولها اي ام يو وفينا مرات نكتبها يو شو يعني اي ام يو هي Atomic ماس يونت يعني هي يونت خاصة بس بالأتم يعني مثلا أنت لتر فيك تستعملها شو من كان والجرام والباوند والوقية فينا نستعملهم بحياتنا اليومية بس الأي أم يو ما فيك لأنه الأي أم يو هي بس خاصة بمين بالأتم أوكي فهي يونت إلى علاقة بس بالأتم هي أتوميك ماس يونت أي اختصار لأتوم ماس أم هي اختصار لماس ويو هي اختصار ليونت أو منقول يو لانه الالكترون ما الى ماس يعني صفى عندي الماس للأتم على مين بيعتمد على البروتون وعلى النيوترون صح يعني لجيب الماس للأتم هو النمبر اوف بروتون ضرب الماس لالون زائد النمبر اوف النيوترون ضرب الماس لالون الماس للبروتون دائما دائما يا شباب وصبايا الماس لحبه البروتون قد ماس لحبه النيوترون اللي هي قد 1 يو او قلنا شو اليونت هي اي ام يو هيدول بيجوا جيفن بالسؤال انتوا على التكرار بتحفظوهم كيف كنا نحن حافظين انه تشارج للبروتون 1 بلس تشارج للالكترون 1 ماينس تشارج للنيوترون 0 بس قلت لكم هو على طول بيجوا جيفن كمان هون ماس للبروتون هو ذاته ماس للنيوترون هو 1 يو والماس للالكترون هو 0 يو اعملوا معروف ما تغلطوا بين الماس والتشارج الماس شي والتشارج شي فاذا انا قلت لك اتوميك ماس مش تقلي لي اتوميك ماس بتساوي تشارج اوف 1 لا اتوميك ماس بتساوي ماس الاتوميك شارج بتساوي شارج فاتوميك ماس هي تشارج اوف one بروتون ضرب عددهم زائد التشارج عفوا هو الماس اوف البروتون بروتون ضرب عددهم غلطت انا فيها زائد الماس اوف one نيوترون ضرب عددهم بيطلع معنا عطول عطول على طول الاتوميك ماس هو شو اي يو او اي ام يو حقلكم هاي انتم بتحفظوها وبتطبقوها تطبيق وهيدي القاعدة مش مطلوبة منكم ولكن أنا حقلكم ليش الماس للأتم هو أي يو. شو هي الأي؟ هي ماس نمبر يعني الاتوميك ماس هو ذاته الماس نمبر بس بزد له يونت يو اوكي حرجع الاتوميك ماس هو ذاته الماس نمبر بس بزد له يونت يو يعني اذا اعطيتكم اكزامبل الالمنيوم 13 27 قولوا لي شو الاتوميك ماس للالمنيوم قديش الاي للالمنيوم مش 27 مش الالمنيوم هيدي اكس اي زاد زد 13 والاي اللي هي الماس نمبر 27 وقلت لكم انا انه الاتوميك ماس هو ذاته الاي اللي هي الماس نمبر بس بزد لها يونت يو يعني شو حيطلع الاتوميك ماس للالمنيوم 27 يو فبجي بحط انا طالما اكس اي زاد يعني الماس نمبر الاي هي 27 يعني حيطلع معي الاتوميك ماس 27 يو او 27 اي ام يو اللي هي اي يو او اي اي, اي ام يو الاي هي الماس نمبر ف27 لو قلت لكم مثلا سيليكون حطيت لكم 14 28 اذا الـ a 28 يعني 28 يو اذا الاي 25 يعني 25 يو اذا الاي 100 يعني 100 يو فهي ذاتها الاي اللي هي الماس نمبر ولكن شو بزد لها اي ام يو وانتم بتطبقوها هيك تطبيق من دون هيدي القاعده حوقف الفيديو وقلكم هون القاعده شو هي ليش طلعت معنا اي يو